النوافذ مع عبد الرحمن الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبكل خير أسعد الله أوقاتكم، أحييكم في حلقة جديدة. هذا هو موعدكم الأسبوعي المعتاد مع حلقة جديدة من برنامج نوافذ. خالد يبلغ من العمر 8 سنوات، انطفأت عيناه فلم يعد يبصر سوى شعاع الضوء في بحر من العتمة. عزلته أعاقته عن أقرانه، فلم يعد يلعب أو يركض أو يلهو معهم. طموحه وأمله في حاجتين، أن يدرس وأن يبصر. فبعد مسكنه عن تبوك جعل دراسته أمراً صعباً على أسرته. أما علاجه فهو الأمل الذي يتعلق به خالد وأبوه، عساهم يجدونه في المراكز الطبية المتقدمة. يا أم، ما شكل السماء وما الضياء وما القمر؟ بجمالها تتحدثون ولا أرى منها الأثر. هل هذه الدنيا ظلام في ظلام مستمر؟ أمشي أخاف تعثرا وسط النهار أو السحر. يا أم، مدي ليديك عسى يزاول الضجر. تلك هي حكاية الطفل خالد ابن 8 سنوات، وقد قدر له أن يخلق في هذه الدنيا فاقدا نعمة البصر. يعيش حياته متلمسا ما حوله، محاولا أن يفهم ما يدور في محيطه، فهو قبل كل شيء إنسان. لكنه يعيش العزلة في ذاته ومجتمعه. يظرف خالد الدمع حزنا على حاله دون أقرانه، يرفع يديه دوما إلى الخالق طالبا الشفاء. الأطفال من حوله وبحكم صغر سنهم لا يفهمون مدى الحزن المستقر في نفس خالد. هذا الطفل الذي يحاول أن ينضم إليهم في لهوهم ولعبهم، إلا أنهم لا يتقبلونه فيعود غريبا كما بدأ. حاول والد الطفل خالد علاج ابنه في دول عربية كثيرة حتى أثقلت كاهله الديون، لكن دون فائدة. تدينت أكثر من 600,000، وديت الأردن، وديت مصر، وديت المغربي، ويتعالج الآن على حساب وزارة الصحة في مستشفى تخصصي للعيون بالرياض. فلاني قادر على علاج خارج الدول الأوروبية اللي برا زي أمريكا وبريطانيا، يقولوا لي فيها علاج للشبكة والقرنية، والشبكة القرنية يقولوا أنا ما لها علاج. خالد قبل أن ينام يتلمس فراشه بيديه خوفا من أي أذى، ليصحو باكرا ويجد نفسه وحيدا وقد غادر إخوته إلى مدارسهم وبقي في بيته يعيش عزلته. فهو يسكن في منطقة نائية عن مدينة تبوك، ولا مراكز في منطقته لتأهيل وتعليم من هم في حالة خالد. فهو ليس محروما من نعمة البصر فحسب، بل ومن حقه في التعليم والتأهيل. وأنا ساكن في محافظة بعيدة عن تبوك، ولاني قادر أدخل المدارس في تبوك على أساس أن أجارات تبوك غالية، وأنا ما عندي إمكانية أني بستاجر في منطقة تبوك. هي قصة حزن يعيشها الطفل الكفيف خالد، الذي لا يكف عن الدعاء إلى الله أن ينعم عليه بنعمة البصر. فهل تتحقق أمنيات خالد؟ لكن الحمد لله الآن جاني خبر سعيد جدا، اللهم لك الحمد. صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء تكفل بحالة الطفل خالد، الحمد لله، وبيتكفل فيها جزاه الله خير من ناحية علاجية. الله يجزاه خير ويجعلها في موازين حسناته، واللهم لك الحمد. احنا كنا موقنين ومتفائلين بأن في هذا البلد رجال يقفون ويدعمون ويساندون، وكان خالد طموحه يقول أبغى أدرس وأبغى يعود لي بصر إن شاء الله. وسمو ولي العهد الله يجزاه خير ووفقه الآن تكفل من خلال برنامج نوافذ
بعلاج الطفل خالد، الله يجعلها في موازين حسناته.